بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا شعيب كان نبي ضرير، وكان أصلا سمي خطيب الأنبياء عليه السلام، وكان نبي من الأنبياء العربية بخلاف أنبياء بني إسرائيل، وكان نسله من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو ابن مدين، ومدين هذا ابن إبراهيم، ومدين هذا كان في جزيرة العرب، كان في تبوك يقال، وكان في الأردن أو في صحراء النقب بين فلسطين ومصر. هو ده سيدنا شعيب، وكانت أمه بنت سيدنا لوط عليه السلام. دي معلومات عامة عن سيدنا شعيب عليه السلام. كل ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.